بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى. الدرس 26. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من دروس المنتقى شرح حديث الصيام. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان الأيام التي يستحب صيامها من الأسبوع ومن الشهر، انتقل إلى بيان الأيام التي يكره إفرادها بالصوم، يعني أنها لا تفرد، وأما إذا صامها المسلم مع غيرها فلا بأس لأنها تكون تابعة. نعم. عن محمد بن عباد قال: سألت جابرا أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة؟ قال: نعم. متفق عليه، وللبخاري في رواية أن يفرد بصوم. نعم، هذا فيه بيان كراهية إفراد يوم الجمعة بالصوم. أما إذا صامه مع غيره، صام يوما قبله أو يوما بعده، فلا بأس بذلك، إنما المكروه إفراده. صحة الأحاديث بذلك لأنه يوم عيد الأسبوع، والناس يجتمعون لصلاة الجمعة، قد يكونون يأتون من بعيد فيشق عليهم الصيام في هذا اليوم، ولأجل أن ينشط المسلم على صلاة الجمعة وحضورها تبكير لها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. رواه الجماعة إلا النسائي. نعم، وهذا يبين متى يكره صوم يوم الجمعة، أنه إذا أفرد. أما إذا أتبع بيوم قبله أو يوم بعده بالصيام فإنها تزول الكراهة في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، في هذا الباب يعني ما علة النهي عن صوم يوم الجمعة؟ وإذا كان الإنسان لا يتفرغ من العمل إلا يوم الجمعة ويريد أن يصوم هذا اليوم، صحة الأحاديث في النهي عن صومه مفردا. إذا كان أنه يريد الأجر يصوم يوما بعده، يصوم يوم الجمعة ويصوم يوما قبله ويوما بعده، وبذلك تزول الكراهة. نعم. شيخ، المقصود يعني بالمنع مطلق أم يعني نقصد الصوم في اليوم الجمعة؟ هذا في الصوم المستحب. أما إذا دخل صوم يوم الجمعة في صوم الفرض فإنه لا كراهة في ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب: باب الحث على صوم الاثنين والخميس. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. رواه الخمسة. نعم، يستحب صيام يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع، وسيأتي بيان الحكمة في ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال كل اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والترمذي. نعم، هذا الحديث يبين الحكمة في استحباب يوم الاثنين ويوم الخميس
استحباب صومهما لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى، الأعمال الصالحة والأعمال غير الصالحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعرض عمله على الله وهو صائم في هذين اليومين، فزيادة رغبة في الخير. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. نعم، وهذا الحديث فيه زيادة حكمة في صوم يوم الاثنين، مع أنه تعرض فيه الأعمال كما سبق، كذلك أنه يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك ويصوم هذا اليوم. وأوحي إليه، يعني بدأ بالوحي عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين، وهذه نعمة أخرى يشكر الله عليها، وذلك بصوم هذا اليوم. وليس بهذا متعلق لمن يعظمون المولد النبوي ويحتفلون به، فإن الرسول لم يعمل فيه شيئا غير الصيام، إذا كانوا صادقين في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم محبة الخير فليصوموا يوم الاثنين، وهذا يكفي، ولا نحدث شيئا آخر من غير دليل، لأن ذلك يكون من البدعة، وكل بدعة ضلالة. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الناس يقول بأنه سمع أو قرأ حديث بأن يوم الخميس غير ثابت في الصيام، هل هذا صحيح يا شيخ صالح؟ لا يشترط في فضائل الأعمال أن يكون الحديث صحيحا، بل إذا كان ضعيفا يعمل به في الفضائل، لأنه ترغيب في الخير. نعم. يعتقد البعض يا شيخ، بعض الناس، بأنه إذا صام يوم لزمه المداومة عليه في طول السنة. شيخ، ليس هذا بصحيح. إذا صام يوما ما يستحب صومه ويشرع صومه فلا يلزمه أن يداوم عليه، لأنه مستحب. المستحب هو ما يثاب على فعله ولا يعذب على تركه. نعم. يقول أحد الإخوة يا شيخ بأنه موظف، عندما يصوم أحد أيام الاثنين أو الخميس يضعف عمله ويتكاسل ويعني يتأخر عن العمل. فضيلة الشيخ، لا يجوز له هذا، لأن العمل واجب عليه بحكم أنه مؤتمن على القيام بالعمل الوظيفي ويتقاضى مقابله راتبا، فالعمل واجب عليه ذلك. أما الصيام فهو مستحب، فلا يصوم إذا كان صوم يوم الاثنين أو الخميس يضعف عمله الوظيفي، لأنه يتقرب إلى الله بمستحب، ولكنه يعصي الله في إهمال الواجب في ذمته. نعم. شكر الله لكم وفضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا الدرس من كتاب المنتقى، وكان معنا شارحا لهذه الأحاديث المباركة فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.